مرحب بكم مرة تانية، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. موضوعنا اللي هنتكلم فيه دلوقتي موضوع مهم قوي. يمكن الموضوع ده كل سنة في كل موسم من المواسم لابد أن الموضوع ده يكون في بالنا أو في خاطرتنا. يمكن من خلال الأخبار اللي احنا استعرضناها على حضراتكم كان في خبر متعلق ب أن وزير الزراعة المصري دكتور أبو ستيت عز الدين أبو ستيت كان هناك في لقاء بينه وبين سفير الإماراتي في القاهرة، ومن ضمن الأعمال أو من ضمن الأمور التي تم تبحثها هو البلف التصديري والحاصلات الزراعية المصرية، وإيه العوائق اللي ممكن تكون موجودة دلوقتي من خلال الجانب المستقبل للحاصلات الزراعية المصرية. وزي ما احنا عارفين يمكن السنة اللي فاتت كان لدينا أيضا كمان ملفات مع السعودية متعلقة بمحصول الفلفل والفراولة وما إلى ذلك. طب ليه؟ لماذا هذه العراقيل اللي بتقف دلوقتي على السطح أو بتبقى يعني ملاصقة للمنتج المصري؟ ليه؟ عشان إيه؟ مع أن الأسباب ممكن أنها تكون بسيطة والتصدي لها أيضا ممكن يكون إجراءات بسيطة، ولكنها إجراءات نراعي فيها عمليات الترتيب وأيضا الالتزام في تطبيق هذه الإجراءات. الموضوع ده صعب ولا يعني احنا في طريقنا ان احنا نضبط هذه العمليه؟ واذا كان هناك في نقص ايه هو النقص؟ ضيفنا الكريم ان شاء الله هيقول لنا على كل هذه الامور وهيشاور لنا على النقص لو كان هناك نوع من انواع النقص، وايضا كمان نصائح ذهبيه يسديها لكل المصدرين اللي موجودين في جمهوريه مصر العربيه علشان نرتقي بالمنتج المصري. ضيفنا هو الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي الكبير، برحب بحضرتك يا فندم. الحقيقة هذا الملف على ما أعتقد أنه من أخطر الملفات اللي احنا ممكن نتكلم فيها، بما أننا نتحدث عن إنتاج وعن زراعة وعن اقتصاد أيضا كمان، مش اقتصاد أخضر فقط ولكن اقتصاد دولة بأكملها وسمعة منتج دولة بأكملها. دكتور عادل، المشاكل اللي موجودة في الحاصلات أو يعني المنتجات التصديرية المصرية من مجالات الزراعية طبعا، يعني حضرتك ممكن تلخصها في إيه يا فندم؟ يعني المشاكل هي كلها على بعضها، ممكن نوجزها في إيه؟ والله هي مشاكل كتيرة طبعا، أهمها هي متبقيات المبيدات في المنتج اللي يصدر، المنتج الزراعي. المنتج الزراعي فيه بعض محاصيل تصديرية، محاصيل زي الفول السوداني والبطاطس، ده فيلد كروبس، محاصيل حقلية. وفي بقى المحاصيل البستانية سواء خضار منها الطماطم والفراولة والفاصوليا وحاجات تانية، ومحاصيل الفاكهة اللي هي أهمها في العنب، في الموالح كمحصول رئيسي، ولو اننا ما بنعانيش كتير من مشاكل المتبقيات فيه، انما كل الشغل اساسا في الخضار. ده جزء. في جزء تاني بيبقى هو عباره عن جوده المنتج نفسه، جوده المنتج، لان السوق نفسه غير منظم، احيانا بيدخلوا ناس بدون خبره في مجال التصدير وبكميات صغيره، وبتؤدي الى تدمير سمعه المنتج المصري في الخارج. ده من ناحيه الكواليتي. طبعا التلوث، قلنا المبيدات، في احيانا حاجات طبيعيه موجوده، على سبيل المثال فول السوداني، في لما بيتحط فيه فطر من الفطريات بيفرز ماده اسمها فيتو أليكسن، دي سامه وبتعمل سرطان، فكل المستوردين بره لازم بيحللوا المستوى، ولابد دي بقى بيبقى للمنتجين دايما بيبدا يزرع تحت البيفوتات اللي هي الري بالرش المحوري، ولابد يغير الارض عشان يقلل من نسبه التلوث. والى الان برضو معظم الصادرات دي ما عندناش فيها مشاكل. المشاكل كلها بتيجي مثلا في محصول زي الفراوله، محصول حساس افاته كتيره، فبيبقى في استخدام للمبيدات بطريقه معينه. طبعا عمليه استخدام المبيدات للحاصلات البستانية اللي بتصدر لها قواعد، بندخل على النت وبنشوف ما هي المبيدات المصرح باستخدامها على هذا المحصول. نمرة اتنين، ايه اللي مسجل في البلد عندنا من هذا النوع، لان لا يصح حتى لو هو موجود في الليستة وغير مسجل في البلد مش مفروض ان انا استخدمه. في النوع التالت، ان هي ما هي النسبة المسموح بيها لكل مبيد على كل محصول. فهنا بقى بيبقى
واحنا بنعمل برنامج المكافحه لابد ان احنا بنلاقي المبيدات اللي هي السميه بتاعتها اقل ما يمكن، وبنراعي اللي هي زمن التحريم اللي هو ما بين الرش والجمع اللي هي فتره اللي هي السماع. وبرده الشيء الثالث اللي بيتعمل ان احنا بناخد عينات في معمل المركزي بتاع متبقيات المبيدات اللي هو تبع وزاره الزراعه، وبيدي النتيجه ونتاكد انها اقل من المسموح، لانها لو راحت، انا بتكلم دلوقتي على الدول الاوروبيه، بياخدوا عينات وبتتحلل هناك اللي بيستقبلها، لو لقاها غير مطابقه بياخدها ويعمل لها فرم ويحولها الى سماد عضوي في الكومبوست. يبقى احنا خسرنا ثمن البضاعه وثمن النولون بتاع الفريت مصاريف النقل والعبوات، وما خدناش ثمن للمحصول، يعني بقت يعني بتبقى خساره كبيره. ما يجري بقى، انا بتكلم دلوقتي على السوق الاوروبي، انما وبرضو تحت السيطره يمكن المشاكل كلها في كانت المزارع الصغيره او المصدرين الصغيرين لما بيروحوا يفسدوا. فالنهارده في نظم اتعملت كان بقرار وزاري من الدكتور عبد المنعم بنا، كان انه يدخل ثلاث هيئات اللي هي المجلس التصديري والحاجد الزراعي وجمعيه هي كجمعيه متبنيه تصدير او تشجيع تصدير الحصادات الصناعيه، ولها دور في عمليات شهادات الجوده. منح شهادات الجوده بالنسبه للمحطات والمزارع، فانها تتابع وتعمل كود لكل مزرعه، ولا يمكن التصدير من غير ما يبقى رقم الكود محطوط، والمندوبين بيروحوا يزوروا المحطات ويتاكدوا انها ماشيه على القواعد الصح. وتحاليل متبقيات المبيدات لابد ان يتم، وده النظام مشي في العنب ونجح، بالرغم انه كان وقتها يمكن مشاكل ان عدد القائمين ما كانوش كافيه، بس اعتقد الثلاث جهات دول عززوا الاستاف بحيث النهارده كل حاجه اندر كنترول. برضو كان في مشاكل في المعامل انها مش قادره تستوعب، لان حتى كانت الدول العربيه طلبت ان يبقى تتحلل ويجي معاها الشهاده بتاعه التحليل، فطبعا حصل ضغط على المعمل بحيث ان ما كانش بيقدر يخلص، انما اعتقد حله المشكلة وما حصلش فيه مشاكل، ونجحنا في ان احنا نزيل بعض من المشاكل اللي هي كانت بالذات في البلاد العربية. طب دكتور عادل، حضرتك بتقول ان جمعية هي من الجهات اللي هي بتمنح الشهادات للجودة للمنتج في حد ذاته، اعتقد ان مش هي الوحيدة، يعني في جهات اخرى بتمنح يعني هذا الثق زي ما بنقول، يعني حاجه او هذا الاطار اللي هو بيبقى اطار تاميني للمنتج في حد ذاته، مش كده يا فندم؟ ولا مظبوط؟ لا يعني اصل هي اسمها في حاجه اسمها الجلوبال جاب، اللي هي الجاب اسمها جود اجريكلتشر براكتسز، المعاملات الزراعيه الجيده. والمعاملات الزراعيه ممكن ما هيش بس معاملات، انما المخازن، دفاتر موجوده بحيث يقدر يتيقن هل استخدم ايه انواع المبيدات وايه اللي دخل الدوره المستنديه، الاحتياطات النظافه بحيث ان المنتج نفسه ما يتلوثش من العماله، حتى المحطات بتاخد شهاده اسمها بي ار سي دي برضو. فده كلها حاجات حتى جمعيه هي بتلجا، يعني هي تبع او بتاخد الاثوريتي من شركات عالميه معترف بيها، يعني شركه انجليزي والخبراء بتوعهم بيجوا تفتيش وتفتيش مفاجئ، وبعدين اجراءاتها بتاخد اشهر عشان يقعدوا ينفذوها، لان ترتيب دفاتر ونظافه، العماله ساكنه ازاي، بتاكل ايه، بتشرب ايه، مفيش عماله اقل من سن معين، يعني لها حسب الاستاندر العالمي عشان يقدر ياخد منك. لا اسمها المعاملات الزراعيه الجيده. نعم، حضرتك ذكرت كذا اتجاه في المعاملات فيما هو متعلق بالمبيدات، يعني بأساليب مختلفة. أولا اختيار نوع المبيد في حد ذاته، الكمية، هل هذا المبيد صالح لهذه الآفة ولا لا، وأيضا كمان الفترة، فترة السماح أو زي ما بنقول الفترة المحرمة زي حضرتك ما بتقول، يعني أعتقد هذا التحريم. فترة التحريم، يعني هذا تعبير واضح جدا ومستهلك في الدول العربية مش في مصر كمان، يعني فترة نعم، يعني لا يمكن نقرب لهذا المنتج إلا لما نتأكد أن ما فيش مبيدات متبقية في الثمرة ذات نفسها. كل دي مطبات، يعني كل دي المشاكل اللي بيمر بيها المحصول في حد ذاته، أكيد في حاجة منهم إحنا قدرنا نتغلب عليها وفي حاجة لسه واخدة وقت. ايه اللي قدرنا نتغلب عليه، يعني او احنا قاطعين فيه شوط كبير من هذه المطبات بقى؟ حضرتك
قدرنا نتغلب فعلا على موضوع المبيدات واندر كنترول بكل النظم والتكويد اللي اتعمل. نعم. انما في جزء تاني واللي هو معالي الوزير الزراعه حاليا بيشتغل فيه، اللي هو التاثير في البلاد العربيه، لان في قوه مضاده في هذه البلاد لها دور في تشويه سمعه المنتج المصري بغرض هدم الاقتصاد المصري يعني. ويمكن الاعلام هنا بدون ما يقصد بيساهم في هذا يعني. افلام تيجي واحده ست تقول اهي جايبه واقفه قدام ترومبه بتسحب من ميه مصارف الميه طالعه سوده، وتقول وبنروي بيها الطماطم والبطاطس وكل المحاصيل. فطبعا دي بتعمل هياج لدى المستخدمين العرب بالتحديد، لان هم اللي بيتابعوا الاعلام المصري، انما مش هيبقى لها صدى كبير في الاعلام الخارجي. وبعدين بتنشر بقى على وسائل المالتي ميديا بطريقه بشعه، تلاقيها على كل اليوتيوبس وعلى كل الواتساب وعلى الفيسبوك، بحيث ان الناس ويجيبوا واحد تاني برضو وتتكرر وتتزاع بطريقه يعني هي فيها اثاره. طبعا دي لا يمكن الدفاع عنها يعني. انا بقول ان انا بودي لهم مثلا منتج مروي بميه مجاري، والصوره اهي واحده ست وشهد شاهد من اهلها. فدي كلها دي حاجات لابد انها تراعى جدا، لانها مقصوده لتدمير الاقتصاد. طيب دكتور عادل، لو جينا اتكلمنا عن المجهودات المبذوله هنقول انها ممكن انها بتنقسم لجزئين، مجهود حكومي اللي هو تبع يعني الوزاره والجهات الحكوميه، ومجهود ايضا هنقول ان هو في اطار خارج الحكومه، زي لو جينا اتكلمنا عن المجلس التصديري وحضرتك قلت او لمحت لدور من الادوار اللي ممكن يكون بيأديه، لكن طبعا تلميح من بعيد. هذه المجهودات كافيه يا فندم ولا محتاجين انها تكثف اكتر يعني؟ والله لابد تكثف اكتر، وده بقى الجمعيات الاهليه زي جمعيه هي لها دور. يعني ان احنا بتجيب المزارعين وتدربيهم على ازاي بيأدوها ومشاكلها وايه اللي بيجرى. ممكن التوعيه برضو عن طريق الميديا انها تبين ايه الاصول. يعني حضراتكم كنتوا يمكن في القناه هنا كان لكم حاجات، كل دور بتزوروا محطه من محطات التعبئه وتشوفوا اجراءات الامن وبتوع الفود سيفتي. اصلها حتى شغل المحطات لها نظام، في نقط خنقه وفي حاجه اسمها الكواليتي كنترول، يعني حتى بالنسبه لجوده المنتج وبالنسبه للتحاليل واستلام المنتج حدوته كبيره جدا. فدي لابد انها تبقى في توعيه كبيره. وانا بعتقد ان احنا ايام ما بدينا نفتح سوق التصدير، الكلام ده يمكن من مده كبيره قوي، كان ما عندناش الخلفيات دي، وكان لسه حتى الجلوبال جاب كان قبلها اسمه اليورو جاب كان لسه حاجه جديده. دلوقتي لا، الكل استوعبه، واقل مهندس في المزرعه بيقدر يفهم. بيعملوا لهم دورات تدريبيه ازاي تتعمل وتفتيش وخلافه، بحيث الفكره يبقى لازم دور للكل انه يفهمهم اهميه ده على سمعه مصر وعلى سمعه المنتج، لان الاخر اللي بيدفع ثمن هذا الكلام هو المنتج. لانك اما بيحصل رفض الرسائل ومفيش تصدير، المنتج هنا سعره بينهار. مين اللي هيتحملها ويدفعها؟ الفلاح الغلبان اللي هو حط. فلا بد يفهم ان دي اصلا مصلحته، ويساعد، ما يحاولش ان هو يلجا الى الخداع او ان هو يتقال انه بيضحك على الحكومه، هو بيضحك على نفسه وبيضر نفسه. صحيح. طيب دكتور، يعني لو جينا بعد كده بقى اتكلمنا على ان احنا عندنا بالفعل في اليات لضبط هذه المنظومه، منها قوانين تم سنها بالفعل ولكن هي معطله لم تنفذ الى الان. يعني لو جينا اتكلمنا عن الزراعه التعاقديه، لو جينا اتكلمنا عن هيئه سلامه الغذاء، وحاجات كتير قوي يعني موجوده تنظم والحقيقه تخلي هذا الامر في مأمن اكتر من هذا الوضع الحالي، لكن الى الان التحرك الفعلي او الاستفاده من هذه الجهات لسه الامور متوقف. ليه متوقف هذا؟ احنا حضرتك يعني قصدي القانون، لانه منطقي بيدخل في البرلمان او بيعدي في الدوره بتاعته ويدخل في البرلمان ويطلع. بندخل على اللائحة التنفيذية اللي بتخلي هذا القانون قابل للتطبيق. بيحصل تعارض معارض مصالح، يعني ممكن أعضاء من مجلس السادة النواب مثلا في دوائرهم في ناس هتتضر من التنفيذ ده، تجار أو خلافه، بتلاقي يبدأ في تعطيل في خروج هذه اللي هي اللائحة التنفيذية. ده في الزراعة التعاقدية وفي حاجات كتيرة، قوانين كتيرة كلنا وبالذات في قطاع الزراعة بنعاني من إن اللائحة التنفيذية
وبنحاول نضغط من خلال برضو وسائل معينة يعني. طب يعني هل نتوقع ان الامور هتبقى يعني ماشيه بسلاسه اكتر في الفتره اللي جايه، لان كل موضوع او كل ملف من هذه الملفات هيبقى له دور مهم قوي، فزي حضرتك ما بتقول هناك اليات للضغط ان ده يكون فاعل وموجود بالفعل علشان ننظم العمليه التصديريه، سمعه الحاصلات المصريه، الحاجات دي كلها. يعني في دور النهارده للاحزاب السياسيه انها بتقوم بدور، بالذات لان في بعض احزاب النهارده خدت اغلبيه بالنسبه لمجلس الشعب، بحيث انها تقدر تتحرك، وفيها لجان خاصه بالزراعه والري بتقوم بيها في هذا الكلام، وانا واحد من الناس اللي احنا انكلودين في هذا الكلام. طيب دكتور عادل، لو جينا اتكلمنا عن المصدرين الهواة، وحضرتك يمكن اشرت اليهم، اللي هم ممكن تكون مثلا ممكن يكون جديد على محصول بعينه، ممكن يكون بيتبع وسائل او اساليب في الاخر مش هتصب لمصلحته، وبعد كده يبدا ينتشر على مواقع التواصل ويبدا يعمل تواصل مع جهات خارجيه، خصوصا الجهات العربيه لانها الاقرب مننا واللي هيكون التواصل معاها اسهل. طب هذا الملف ما فيش آلية لضبط هذا الموضوع؟ يعني الأمور هو هيتظبط لوحده، لأنها بالذات موضوع البلاد العربية ده حساس قوي، لأنه زي ما قلت لحضرتك هم مطلعين على الميديا اللي عندنا وحساسين جدا بالنسبة لها. إنما كان زمان الدول العربية معروف إنها كان بيروح لا في حد بيحلل وياخدوا نوعيات، حتى نوعية المصدرين للدول العربية كان دايما كلاس أقل من اللي بيصدر للدول الأفريقية. الدول العربية ابتدت تتنبه لدي وابتدت ترفع من الكواليتي بتاعها. طب نوع المصدرين اللي بيروحوا لها لابد يحصل لهم هذه الأخطاء. فابتدوا هم النهاردة لابد يحسن مستوى، السوق نفسه تغير طبيعته. ومش على فكرة احنا مش بس على المصدرين المصريين، يعني في بريدة في السعودية البلح بيستخدموا عشان عندهم سوس مبيدات كتير للبلح، فمسكوا في سوق الجمله بلح في نسبه مبيدات اعلى من بتاع وعدموها، وعندنا الفيديوهات اللي هذا الكلام. يعني قصدي حتى هم بيدقوا على منتجينهم. ابتدى الجمهور زي هنا في مصر لما ابتدينا نتكلم على سلامه الغذاء، يعني الدكتور منصور جه وهيعمل، بس لابد من سرعه ان اللائحه التنفيذيه عشان يقدر يشتغل ويقدر يبان ويحسسه. انما وجوده حاليا في هذه المرحله بيطمن كل الدول اللي بتستورد مننا ان في قانون طلع وفي واحد مسؤول موجود، ده بيقلل. بس لابد ان احنا البرلمان يساعد في سرعه اصدار اللائحه التنفيذيه، او الجهات المنوط بيها عمل لائحه تنفيذيه سرعه تنفيذها ويجعلها قبل للتطبيق. نعم. هم ايضا كمان بيساندوا على قانون سلامه الغذاء في الدول العربيه، يمكن ده هو اللي خلى الامور تبقى اكثر انضباط يعني عندهم بالنسبه لعمليه الاستيراد يعني. لو جينا بقى اتكلمنا بقى على حجم العمليه التصديريه من المنتجات والحاصلات الزراعيه، السنه اللي فاتت وصلت ل 5 مليار، تقييم حضرتك لهذا الرقم، وهل هو كويس يعني ولا احنا محتاجين اكتر؟ وهذا العام هيكون اكتر ولا اقل؟ ان شاء الله هيكون اكتر. احنا على فكره في نقطات هشرح لحضرتك، احنا مصر كانت يمكن نمره 2 او نمره 3 في تصدير الموالح. الخبر الجديد ان احنا السنه دي نمره 1 في تصدير موالح في العالم، وبالتحديد البرتقان اللي هو البرتقان الفالنسيا اللي هو الصيفي. صدرنا اعتقد مليون وحوالي 500,000 او 600,000، فده رقم عالي جدا. بالرغم من كده كان حصلت مشاكل، لان الظاهر ان في سيربلاس برودكشن، في انتاج زايد، بحيث عمل في السوق مشاكل كبيره، في تجار اشترت وبعدين السعر نزل. فده كنا احنا بنشتغل في الاستراتيجيه ان احنا ندخل في مجال تاني، ان احنا نصدر عصاير ومركزات، يعني جزء الزايد بحيث ما يحصلش فيه الازمه، ان احنا نحاول نتحكم في المحصول. في محاصيل النهارده عندنا فيها مشاكل في التصدير زي الرمان، وبرده من اخطاء بتتعامل فيها المصدرين. في عندنا اصناف بدريه، صنف تحت كود نمبر وصنف تاني اسمه ايرلي وندرفول، دول الكواليتي بتاعتهم وحشه، فالناس بتفرح انهم يصدروهم بدري
بعد كده بتيجي الصنف الجيد اللي هو الوندرفول اللي بيجي متاخر هناك بره يقول لك مش عايزين من مصر لان قفلت السوق بان انا طلعت كواليتي. نعم. يبدا يطلع اللي هو الرمان المنفلوطي وبيبقى ده الصور شويه والبذره بتاعته كبيره خلاف الوندرفول الاخر. فاحنا احيانا بنعمل حاليا في مجهود وبالذات برضو بنقدر نقول عليه في جمعيه هي ووزاره الصناعه وهيئات كتيره فتح السوق الصيني. نعم. يعني احنا ضاغطين دلوقتي على الرمان في لجنه جايه في سبتمبر فتحنا معاهم تصدير البلح وده البلح من المحاصيل اللي هي داخله وانا اتشرف باني رئيس مجلس محصول البلح في نخيل البلح في جمعيه هي فعاملين بروتوكول لزياده الانتاج. النهارده مساحات كبيره اتزرعت ومن المحاصيل اللي هي اعتقد انها واعده جدا لرفع الكفاءه الدخل القومي في الدولار وتدي فرص عمل وهتحل مشاكل كتيره بالنسبه حتى للمليون ونص فدان لانها النخيل من النباتات اللي بتتحمل الملوحه واللي احنا عارفين مليون ونص فدان 85% منهم على مياه ابار في مناطق كل الابار اللي فيها مالحه زي المغره فالتيبيكال لها في الشغل هو النخيل وده محصول تصدير قيمه انتاجه عاليه جدا يعني الطن بيصل مثلا لحوالي 9000 دولار لو تقارني بالموالح احنا بنتكلم في الموالح من 350 ل 500 دولار للطن فرق كبير. نعم. صحيح الموالح بنقدر نوصل 15 و20 و25 طن انما البلح 4 طن بس برضو اقتصادياته هتبقى ما زالت عاليه وله ميزه في تحمل الملوحه. طيب دكتور لو جينا اتكلمنا على أزمة التكويد وهذه المنظومة الجديدة اللي يمكن يكون في يعني زي ما أشرنا إن في صغار المزارعين اللي مش قادرين يندمجوا في هذه المنظومة واللي أيضا كمان ممكن يكونوا داخلين في محاصيل مهمة احنا حققنا فيها مراتب كويسة زي الموالح والرومان زي حضرتك ما أشرت علشان يندمجوا ويبقى يعني يدخلوا في هذه المنظومة ايه اللي ناقص وامتى ان شاء الله الأزمة دي هتتحل؟ لا لا والله التوعية والمؤسسات اللي هي داخلة المجلس التصديري على فكرة المجلس التصديري يعتبر ما هوش جمعية أهلية ده مجلس تبع وزارة التجارة فهو حكومي والحجر الزراعي تبع وزارة الزراعة تمام. الهيئة الوحيدة اللي بره هذا هي جمعية هي كجمعية هي أساسا دورها في زيادة الحصيلات البستانية ولها دور كبير جدا في عمليات والخاص بكل التكوين والخلاف وبيعملوا دورات كتيرة لكل المزارعين بتوع المزارع وبرضو جمعية هي في كان كلام يقولك انها بتاعت كبار منتجين لا فيها صغار منتجين في منتسبين وفي كبار منتجين ولها شغل مع مشروعات زي في مشروعات بتاعت معونة الأمريكية في الصعيد أساسا لصغار الزراعة صغار الزراعة لمحاصيل تصدري كان بالذات في الهربس ودخلوا في النخيل ودخلوا في الفاصوليا وعاملين محطة هناك في الأقصر في شغل كتير جدا بيتم الأساس كله هو زي ما قلت لحضرتك التوعية طبعا وزارة الزراعة حاليا بتعاني من نقص أجهزة الإرشاد وعدم كفاءتها فلابد أن أجهزة البديلة هي حاجة زي هي وكان حصل بروتوكول بين جمعية هي ووزارة الزراعة أيام الدكتور عبد المنعم وكان ماشي كويس في حاجات كتيرة وبنعد طلعت قرارات وزارية بموضوع التكويد والزيارات وفعلا قللت من نسبة الشكاوي السنة اللي فاتت في الموسم اللي فات في العنب وبعض المحاصيل اللي كان فيها هي أول قرار طلع بالنسبة للعنب وبعدين ابتدوا بقى يدخلوه على الفراولة وبعض المحاصيل اللي كان عندنا فيها مشاكل والنهارده بوجود جهاز سلامة الغذاء أعتقد هيبقى كل حاجة يعني ده الجهة الجديدة اللي لازم تدخل وهتلعب دور مع الثلاث جهات اللي هي شغالة. نعم. طب عملية التكويد دي في حد ذاتها بقى يا فندم هل هي هتساهم كمان في ضبط المشاكل اللي بيعاني منها الحاصلات التصديرية في مصر؟ يعني ممكن احنا نقول الخيوط هتبقى كلها واضحة يعني تتبع المشكلة فين بالظبط؟ طب ايوه يا فندم الكود بيديك المشكلة ولا يمكن من المواني تطلع حاجة من غير مش مكودة فبالتالي هتمنع فرصة ان واحد ياخد اي منتج ويطلع بيه ويبوظ سمعة المنتج اللي بره لان دي شكوى المصدرين لان هشرح لحضرتك حاجة اللي ما بيعديش في محطة الكود ده كمان وبيدوا ستيكر يتلزق عليها بالكود و
لو واحد تاني راح في الغيط وعبى وطلع على المطار وقالوا ده منتج مصري راح، ما هو ضر الراجل التاني، الكود ده بيكلف والعبوات بتكلف وان تعملي تدريج وتنظيف تكلفة عالية، فده بيضر ده وما تكلفش حاجة، ضر السمعة وأثر على كل المصدرين. فده حتمية بس، ولابد انها تتدرب الناس عليها وتفهم بأهميته. وحتى المزارع الصغير ينضم في تجمعات كبيرة، إما أنهم صغار المنتجين يعملوا جمعيات بحيث أن الكمية تكبر ويقدروا يحسنوا الجودة. وإحنا شفناها في أمثلة في تعاونيات في شيلي، صغار زراعة بيتجمعوا ويعملوا وليهم ليبل، كل واحد بقى ليبل بتاعه في مزرعته عشان مسؤول لو خطأ هو اللي يلبسه. وفي كواليتي كنترول وتبريد وأجهزة بحيث أن هو يضمن ان كل حاجه هتمشي مظبوط. يمكن حضرتك ذكرت هذا المثل الدور التعاوني، بس ضربت مثل في تشيلي مثلا، هل ممكن ان احنا نتوقع ان المفروض ان يكون القطاع التعاوني في مصر يتصدى لمثل هذه المشكله ويكون ذراع من الاجرع اللي لازم نعتمد عليها؟ يعني تقييم حضرتك للاداء لهذا المنحه، يمكن ممكن يكون هو شويه بعيد عن السياق، ولكن حضرتك قلت ان في نموذج بالفعل ارتكز. اصلا التعاون اللي عندنا للاسف هو تعاون حكومي ليس بغرض. الزراعه في هولندا اللي هي اكبر دوله كله مبني على التعاونيات، تعاونيات منتجين. يعني منتجين الطماطم لهم اتحاد، منتجين الزهور اتحاد، هو ده اللي بيتحكم في الكواليتي والستاندر وكل حاجه، فبالتالي بيقدر يطلع ويجمع صغار المنتجين اللي هو ما عندوش ترمينال للاسواق، هو بيساعده ويفتح له اسواق ويعمل. خدت بال حضرتك؟ انما احنا هنا عندنا بعض لبعض محاصيل، يعني مثلا اتحاد منتجي البصل، اتحاد منتجي البطاطس كده، بس بيبقى الدور بتاعهم احيانا مركزين على حاجات ملهاش علاقه قوي بفتح الاسواق ولا بالتصدير، وبتبقى عباره عن جهاز حكومي. عايزين دور اللي هو اتحاد منتجين سلع زراعيه محدده، زي يقول لك اتحاد منتجي الدواجن بتلاقي ليه دور، اتحاد منتجي العنب. هنا ده اللي احنا بنتكلم، التعاون اساسي بس مش بالصوره اللي كنا احنا بنعاني منها، ولذلك احنا في انتظار قانون التعاون الجديد كمان. ما ده من ضمن الحاجات. لانه هيتلافى، يعني اصلي في الفتره اللي فاتت كان التعاون عباره عن وظيفه، رئيس الجمعيه اللي بيعينه والكلام، وكانت يعني بيشتغلوا في المدخلات والمخرجات وكانوا بيعتبروا يعني امبراطوريات بتوع الجمعيات التعاونيه. دلوقتي ما عادش كل حاجه حره، فبالتالي ما لهمش دور. نعم. اتصور الصوره كده من حضرتك دكتور عادل ان احنا الموضوع مساله وقت، يعني احنا حاطين ايدينا على كل المشاكل والحلول، ولكن الامور هي محتاجه بس شويه وقت، زي حضرتك ما اشرت يمكن اخر حاجه اخر مثل انه قانون التعاون الجديد مثلا هيسهم، ايضا كمان حاجات كتير هتسهم، عمليه التكويد برضو كمان هيبقى برضو زي مصفى هيبقى ليها دور كبير جدا. الازمات اللي احنا بنشوفها دلوقتي طافيه على السطح في طريقها للحل، ولكن هي محتاجه بعض من الوقت، لان احنا عندنا يمكن هياكل قديمة متهالكة بنصلحها من أول وجديد. أنا ما أعتقد الصورة كده ولا محتاجة تجميل أكتر؟ مظبوط. هي طبعا بيبقى في عبء مثلا على المجلس التصدير لما بتحصل أزمات، لابد بالنسبة لموضوع التصدير لأن مشاكله كتيرة يتعمل مجموعة لإدارة الأزمات، لأن الأزمات عندنا فيه مستمرة، بحيث أنها تتحرك بسرعة في الوقت المناسب للشغل. دي لا تحتاج أن احنا نقعد نفكر مين وإيه، ونبقى عارفين بالمشاكل قبل ما تقع ونحاول ان احنا نتلافى انها تحصل. طب ما ده فكر مش موجود عندنا في مصر، اللي هو إدارة الأزمة الى حد ما، يعني احنا بدأنا نلتفت لهذا الموضوع لكن ما كانش موجود. فطبعا يعني هذا التفكير او يبقى فيه صندوق لإدارة الأزمات في كل الشركات كبيرة بتلاقي فيها لازم. إدارة أزمات. نعم. احنا دولة المفروض، وبالذات في حاجه التصدير اللي هو النهارده احنا بنحاول نرفعه عشان زياده دخل الدوله، ولا نحاول ان احنا ندخل في المخاطره ان احنا نرجع ورا، يعني زي ما احنا بنقول حققنا الرقم المفروض تاني سنه نزود 20% 30% ونبدا نشتغل. فاي حاجه هترجعنا ورا لابد يبقى احنا جاهزين لاداره الازمات. يعني حضرتك كان حصل مره مش عارف قالوا ده في رمان طلع كندا وفي فيروس سي، طار وقتها كان الله
الدكتور عاصم شلتوت كان وقتها وبتوع الحجر الزراعي ولموا الموضوع. بس لابد ان يبقى في زي لجنه خاصه لاداره الازمات بالنسبه للتصدير الزراعي، فيها متخصصين من حاجه معينه، حتى ولو ان هم في اماكنهم بيشتغلوا بس معروفين وعارفين خطط عملهم، بحيث ما يقعدوش وقت يستنوا عبال ما الازمه صعب، بحيث انه يتحرك على طول. صحيح، ده اشبه ما يكون بمجلس شيوخ للمكان ذات نفسه حقيقي. طب دكتور عادل، من ضمن سياق لو احنا بنتكلم عن الازمات وازمه التغير المناخي خلى الشتاء في مصر مختلف تماما، فبالتالي احنا كمان هنغير نظرتنا لبعض المحاصيل المختلفه شويه. يعني لو قلنا ظهور القطف في فصل الشتاء، ولو اتكلمنا عن الموسم اللي جاي، هل ممكن احنا يعني نتوقع زيادة في هذه المحاصيل وتصديرها أيضا كمان على نطاق أوسع؟ أملنا كبير. ظهور القطف، دول معتمدة تماما زي كينيا على صادرات من الرز. احنا حاليا شغالين، انا كنت برضو في جمعية هي رئيس لجنة نباتات الزينة وظهور القطف، واحنا نفسنا مصدرين نباتات زينة وظهور القطف ونعرف هذا الكلام. السوق ضخم جدا سواء داخلي او خارجي، في جزء بينتج بره الصوب وفي جزء انتاج داخل الصوب. يمكن الخبر، وده مش خبر، ان في حاليا خطه لزراعه 100,000 فدان صوب اللي هو قام بيها الجيش. نعم. جه يعني دولي 40,000 هكتار، جه منهم اوريدي 8,000 هكتار، الهكتار فدانين ونص. هذا الرقم اكبر دوله منتجه للصوب في اوروبا وافريقيا هي اللي هي اسبانيا. مساحه الصوب فيها 42,000 هكتار، احنا مصر دخلنا على 40,000 والمساحه القائمه حاليا 1800 هكتار، ف 42,000 هكتار. انتاجهم دولي بيوازوا ال 100,000 فدان، بيوازي يمكن 1.5 مليون فدان. بالنسبه للميه واستهلاكهم، الطن بينتج بكمية مية عشر الكمية اللي بتنتج في الخارج. فانت مصر عملتيها في سنتين، اسبانيا عملتها في 4 سنين. يمكن الدولة اللي احنا بنضرب بيها المثل هولندا، مساحة الصوب فيها 8,000 هكتار، انجلترا 1,000 هكتار. الدولة اللي طالعة ورانا بسرعة هي تركيا، في انطاليا وصلوا الى حوالي دلوقتي 38,000 هكتار. فمصر داخلة في هذا العصر. المحاصيل اللي بتنتج في الصوب حاجات زي الفراوله، والجوده هتبقى عاليه جدا وكلها انسكت بروف، خاليه من الحشرات وانتاجيات عاليه. يعني يمكن انتاجهم في الطماطم في الصوب يصل الى 400 طن من الفدان، 100 كيلو في المتر المربع. الفراوله برضو ارقام عاليه جدا. يعني فكل ده بيدرس اقتصاديات، وده هيدي فرص عمل وربنا يسهل انه يشتغل. ده برضو محتاج شغل جامد، لان التدريب ده كله عباره عن التحكم في المناخ داخل الصوب والتسميد بحيث توصلي لانتاجيات غير مسبوقه. ده تكنولوجي عالي جدا دخل مصر بفضل القياده السياسيه في وجهات النظر. فده برضو من الحاجات اللي هي الكبيره. نباتات الزينه طبعا الدول العربيه كلها فيها نهضه خاصه بالمباني والاستثمار العقاري، ده مرتبط بانتاج نباتات الزينه الخارجيه، واحنا بنصدر للكويت والقطر والبحرين وكل الدول دي نباتات زينه. طبعا العاصمه الاداريه والعالمين الجديده وكده، ده كل ده بيستهلك كميه، وطبعا مدينتي والحاجات دي كل ده بيستهلك نباتات زينه. فدي صناعه قائمه وبقت قويه جدا في مصر. ده شيء هايل جدا، وطبعا دي قفزة كبيرة قوي الحقيقة، بتخلينا نفخر بالمنظومة الحديثة لعملية الزراعة. لو جينا رجعنا بقى تاني للفلاح ومشاكله فيما هو متعلق بمحاصيل بعينها ممكن ان هو يكون مش مجدية بالنسبة له، خصوصا ان ما فيش آليات للتسويق او السياسة التسعيرية او التسويقية زي ما حضرتك اشرت في بداية الحلقة. طب دي مشكلة بيعاني منها الفلاح بقى في حد ذاته. طيب ما ده برضو من ضمن الملفات اللي ممكن تكون داخلة في هذا الملف الكبير، وهي من ضمن العقبات اللي كمان بتتصدى للحاصلات الزراعية التصديرية المصرية.
في هذا الملف يعني بخبرة حضرتك ممكن يكون مفتاح الحل إيه؟ حضرتك معظم الحاصلات الزراعية التصديرية النهاردة كلها في الأراضي المستصلعة حديثا اللي هي 3 مليون فدان اللي هم اتضافوا للرقعة. طبعا حضرتك المشكلة الكبيرة في الدلتا بالنسبة للمزارع الصغير تفتيت الملكية، بحيث ان احنا فقدنا الفلاح. الفلاح دلوقتي لازم يدور على شغله، والارض اللي عنده لو عنده قراريط وحاجات كده فبيت بيقعد ويجيب شويه فراخ وبهيمه، انما مش هي احنا ما بقاش فلاح زي الفلاح بتاع زمان. دولي لازم صوره، وانا يمكن حطيتها وعملها في برامج كتيره، هي ان احنا ننتقل الى الاستثمار خارج الحدود وبالتحديد في السودان. حضرتك سمعتيها مني قبل كده. انما ليه؟ لانك النهارده مشاكل الفلاح زي ما قلت تفتيت الملكيه، الحاجه الاهم منها ارتفاع سعر الارض. الارض الزراعيه النهارده مش ارض المباني في الارياف، وصل سعر الفدان من 1.5 مليون ل2 مليون. فده ايه اللي هتزرعيه ويجيب عايد وكله بسبب الندره. مثلا الارض في السودان 50 دولار و100 دولار تقدري وتقدري تاخدي مساحات كبيره وتشتغلي، ويبدا الفلاح المصري يرجع ويقدر يزرع المحاصيل التصديرية اللي مش قادر يزرعها هنا يزرعها هناك ويصدر. فدي برضو عايزة تخطيط من ضمن القيادة السياسية، ان احنا لابد علاقتنا مع السودان نعرف ان مستقبل الفلاح المصري في السودان في ضوء زيادة عدد السكان الرهيبة في مصر. أيوة. واللي ما زالت بتزيد، وده بيأثر على البناء على الأرض الزراعية والرقعة الزراعية. فلابد دي يبقى في خطة تخطيط على مستوى الدولة للتحرك، زي ما العرب راحوا شمال السودان وجم مصر، لازم يبقى احنا لنا خطه قطر يمكن كمان للتحرك للميه. احنا النهارده الفجوه الغذائيه اللي احنا بنعاني منها بنستورد دلوقتي يمكن اعتقد وصلنا ل 70% من استهلاكنا. اما حسبنا المساحه اللازمه عشان اسد الفجوه النهارده مش بكره، محتاج على ارضي 10 مليون فدان. الارض موجوده، انما محتاجين ميه حوالي 60 مليار عايز حصه. فالمبدا الاساسي اللي احنا نتكلم عنه اني اتنقل للميه، مش هستنى الميه هتجيلي. الميه ممكن تقل مش هتزيد، وانت دخلتي حد الفقر المائي بزياده عدد السكان. طب ايه العوارض يا فندم اللي واقفه عند حدود الزراعه خارج القطر المصري ومع دوله شقيقه؟ والله حضرتك افكار، انا بنادي بهذا الكلام من اكتر من 20 سنه عمليه الاستثمار في السودان. ويمكن الشيخ منصور بن زايد طلبني سنه 2006 ادي محاضره للعرب في ابو ظبي عشان الاستثمار في السودان. هم اتحركوا وزرعوا مليون فدان، واحنا لسه بنقول هل السودان امنه ولا غير امنه، ولا الناس دول بيحبونا وبيكرهونا، ودخلنا في فزوره اللي هي اللي احنا بنسميها في الارياف حكايه الدبانه. وما هي فيش حل عملي. يعني انا 2006 اتكلمنا والناس اتحركت، دلوقتي بقى لها 5 سنين وعملوا خزان وابتدى يزرع. انا بهاتي بقى لي 20 سنه ولا 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 ايه من ينادي. انا معتقد ان الموضوع مش بس استثمار زراعي، ده ممكن كمان ملف الملف الرعوي المصري اللي هو الازمه، الانتاج الحيواني، الانتاج الحيواني، وايضا كمان نقص البروتين وسد فجوات غذائيه كبيره جدا. الامر هيكون من كل النواحي خير يعني. مظبوط. نعم. طيب كده احنا دخلنا شويه في الدول الافريقيه، عايزين نبحر دول حوض النيل. وانا عارفه حضرتك ايضا كمان مهتم بالاستثمار الزراعي في هذه المنطقه، وهي منطقه ايضا كمان واعده، ومفروض ان احنا يكون لنا دور اكبر شويه، يعني مش شويه الحقيقه كتير. انا هشرح لسعادتك برضو في مجهود بيتم في هيئه اسمها اكسبو لينك تبع اعتقد وزاره الزراعه والصناعه. دي بتعمل شيء بديل لشركه النصر اللي كان عاملها عبد الناصر عشان استثمارات في افريقيا. في لجنه زراعيه ماسكها واحد اخ عزيز، وانا عضو في اللجنه وفي مجموعه من الافاضل اعضاء فيها. وبدينا في مشروع المزارع الافريقيه. عملنا في الكاميرون مزرعه، في تشاد دلوقتي بنزرعوا رز، في اوغندا هيعملوا برضو مزارع. ففيها شغل طبعا الاولويه بالنسبه لدول حوض النيل. انما الدوله الوحيده في دول حوض النيل، الدولتين اللي انا بركز عليهم قوي قوي، هم السودان شمالا وجنوبا. لان مساحه الارض الصالحه للزراعه عندهم 250 مليون فدان. الميه اللي عنده
100 مليار متر مكعب مياه في هذا الحوض. يعني في جنوب السودان الفدان بينزل عليه حوالي 2000 ملي، يعني 8000 متر مكعب مياه خضراء نازله من السماء من شهر 4 لشهر 11، وارض طمييه تزرع مرتين في السنه. فالسودان من حدود جنوب السودان لغايه الخرطوم 500 مليار تاني، ادي 1000 مليار. حضرتك الدوله اللي هي بناخد منها 85% من ميتنا اللي هي اثيوبيا، بينزل عليها هي واريتريا 500 مليار. بينزل في 85 مليار في النيل الازرق. دول حوض النيل الجنوبي اللي هم الثمانيه بينزل عليهم 500 مليار، بينزل في النيل الابيض 20 مليار. فدي كلها نسب بسيطه. الحوض الاساسي هو اللي في شمال وجنوب السودان. وفي نفس الوقت تعدادهم ايه؟ تعداد جنوب السودان حوالي 12 مليون نسمه. في عندهم 100 مليون فدان. وشمال السودان حوالي حاجه و30 مليون. فبالتالي النهارده العرب ابتدوا يتحركوا، احنا المفروض يكون لنا دور في هذا الاستثمار الزراعي، لان احنا اكتر ناس، يعني انا عندي مشكله ميه وعندي مشكله انفجار سكاني لا حل لها الا في ان احنا، وعندي خبره زراعيه يعني عندي الفلاح على فكره. الفلاح الزراعي في افريقيا موجود في 5 دول، 4 دول في شمال افريقيا اللي هو مصر وتونس والمغرب والجزائر وجنوب افريقيا، دول الخمس دول. الباقي كله بزراعه مطريه فقيره زي المزارعين بتوع الساحل الشمالي العرب اللي بيزرعوا قمح على ميه المطر. حاجه اسمها زراعه فقيره، يعني اما نقارن انتاجهم في القمح بيجيب من نص ارداب لارداب، بينما احنا في الارض المرويه وبالخبره الفلاح المصري بنوصل 18 ارداب و20 ارداب وفي انتاجات اعلى من كده. فده الفرق كله في الفلاح ده، لازم ان احنا نستفيد منه فيها. على فكره السودان النهارده اتحرك من جميع الدول العربيه، راحوا الجماعه بتوع المغرب راحوا خدوا اراضي، الاردن راح اراضي، اللي هم لسه عمالين يحسسوا عمالين يمدوا خطوه ويرجع خطوه هم المصريين، ومش قادر افهم، مع ان اكتر ناس لها مصلحه هناك هي السودان، هي مصر. يمكن مفيش يعني تحريك اعلامي للموضوع، مفيش المعلومه يمكن مش واصله للمستثمرين قوي، مش عارفه يعني هل ممكن نقول ان لو تم التطرق ليه اعلاميا اكتر من كده ان هيكون هناك تحرك؟ ممكن مؤكد والله، يعني في ولا يعني في اجراءات مثلا معقده على ما اعتقد، الاجراءات في السودان من ابسط ما يكون. والله احنا اللي انا حاسس بيه ان احنا بنخوف نفسنا، بنقعد نحط كلام عجيب جدا. انا نفسي اصلي انا رحت اديت محاضره في البرلمان مع الدراسات الافريقيه على موضوع الاستثمار، انما الكلام اللي كنت بسمعه في منطقه الغرابه يقول لك بلد مش مستقره وبلد، ويا اخوانا طب امال العرب اللي راحوا هم دول؟ يعني ناس عندها عزيمه واحنا ما عندناش، احنا بنخاف. اللي راحوا وصلحنا الصحراء، ما احنا قابلنا في الجماعه العرب اللي كانوا موجودين، والامن فيها ايه والجو وظروفه، يعني احنا كمزارعين احنا ناجحين. فالمفروض احنا مش احنا اللي نخاف، احنا حاربنا 73 وانتصرنا وعدينا. فالمفروض ما نخوفش نفسنا، ما نقعدش نقول امنا الغول هناك. طب الفجوه يا فندم بين الاستيراد والتصدير، احنا عندنا فجوه كبيره جدا في هذا المجال، امتى يحصل يعني التعادل ما بين الجزئين؟ على ما اعتقد الامر ده طبعا مهم قوي، لو احنا بقى بنتكلم اقتصاد فلازم تتوازن الكفتين. حضرتك يعني اصلا الحصلات الزراعيه والصادرات الزراعيه ده جزء من الصادرات، انما عندي صادرات صناعيه، برمجيات زي اسرائيل، يعني قصدي ننمي البلد ككل، انما لازم دور القطاع. طبعا احنا في تصديرنا اللي احنا بنجيبه سلع بنسموها كوموديتيز، يعني لما نتكلم عن القمح الذره والصويا ده فيلد كروبس واسعارها متدنيه جدا. نعم. يعني القمح سعره في السوق العالمي النهارده اظن 250 او 220 دولار. الفدان بيطلع 3 طن، هناك بيتزرع كله بالمطر. انما في الارض المرويه لابد ان احنا بنحط قاعده تانية، نقول متر الميه عندنا هنا زي البترول. مصر الدوله الوحيده اللي المساحه المزروعه كلها 100% مرويه. تاني دوله ورانا باكستان 70% مروي. بقيه الدول عباره عن مطر وبيدي ري تكميلي عشان يبقى الاستثمار الزراعي مضمون. فلابد ان احنا
يعني لابد الاستثمار بيبقى في محاصيل عالية القيمة. مش يعني احنا مثلا بنجيب 10 مليون طن قمح، انا المفروض صادراتي عالية القيمة تجيب، يعني الطن يجيب قد كده. يعني قصدي هي النقطة كلها في قيمة الصادرات، مش ان انا احط بقى في دماغي الفجوة الغذائية وازاي اسدها، استحالة. انا بس انا بنتج 4 ولا 5 مليون طن وبجيب عليهم 10، وانا بزيد كل سنة 2.8 مليون. فاللي يكلمني عن السد الفجوة الغذائية في القمح ده راجل، انا حدود ميتي والمية ازرع بيها قمح ولا ازرع بيها محاصيل عالية القيمة تصديرية تزود القيمة. هنا لابد اللي هي العوامل الاقتصادية. عايز ازرع بقى المحاصيل الاقتصادية اروح، يعني السعوديين بعد ما وقفوه من زراعة القمح هناك بعد ما مية الابار نشفت والامريكان باعوا المعدات بتاعة البيفوتات والمعدات، راحوا ابتدوا دلوقتي يأجروا في مناطق مروية في روسيا ويزرع القمح. وده كان التفكير من المنطق ووفر عليه سكة كبيرة جدا. احنا عندنا اليات واحنا بنفكر كويس، بس اليات التنفيذ متوقفه لاسباب كتير احنا مش عارفين هي ايه. لا، التفكير لازم يقبل ويفكر بطريقه علميه وما يحطش راسه في الرمل زي النعام. يواجه المشاكل. احنا طريقتنا ان احنا نقعد يعني نجدل ونحاول ان احنا نسخف اي راي يكون موجود، ونحاول ازاي ان احنا نوقف اي حاجه يعني مركب سايره، وده شطارتنا احنا كمصريين. طب يعني عامة بقى دلوقتي دكتور عادل، لو جينا اتكلمنا رغم كل اللي احنا فندناه من مشاكل ومن طرق للحلول، في منها بأصبح ناجز وفي منها لسه متوقف، سمعة المنتج المصري، المحاصيل التصديرية المصرية، سمعتها ايه دلوقتي يا فندم؟ محصول نمرة واحد احنا بنصدره موالح 1,500,000، مفيش شكوى واحدة سمعناها ولا دولة قطعتنا فيها. بالمناسبة احنا بنصدر موالح للدول العربية. في المقاطعة في دول كان بيبقى في عوامل تانية سياسية، يعني مثلا تسلط الإخوان المسلمين في السودان على سبيل المثال، منعوا استيراد مننا خضار، أي أنواع خضار وفاكهة، وقعدوا عملوا قيود لغاية ما حصلت وساطة سياسية أو والرئيس تحرك وكلام من ده وفتحوها. حصلت في الكويت، حصلت في السعودية، وفي تحركات له. انما بعتقد ان بيبقى الاصل فيها، انما المنتج المصري مؤكد جيد جدا. احنا اللي بنلوثه بالتفكير. لما بقول لحضرتك صور يجيبوها وفيديوهات بيرو ميه مجاري والصور كل ده احنا اللي احنا ومقصوده، بالتالي انها حمله ممنهجه لهذا الامر. نعم، لتدمير المنتج المصري. طيب يعني في يعني سمعنا عن شويه اجراءات كده، يعني مثلا حاجه كده زي اختراع وظيفه جديده اسمها مطبق مبيدات. يا دكتور عادل، حضرتك سمعت عن الحكايه دي؟ لا، اول مره اسمعها. طيب يعني هذه الشخصيه بيبقى معني او واخد دورات كتير في المبيدات، الماده الفعاله فيها ايه، ده ما هنستخدمه ولا لا، النطاق المسموح لعمليه الاستخدام هيبقى امتى، وحاجات زي كده. وبيبقى ينتشر في بعض المحافظات على ما اعتقد، شويه كان في محافظه يعني القاهره وشويه جيزه، وكان عددهم تقريبا لا يتجاوز 150,000، يعني حاجه زي كده. يعني انا يعني الحقيقه في ناس اثنوا على هذه التجربه وعايزينها يعني تزيد في ضوء اختفاء المرشد الزراعي. ف يعني هي دي اليه عمل مطبق المبيدات، ويمكن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده يعني او فندنا هذه يعني هذا الامر. راي حضرتك في مهنه زي دي؟ ده اساسيه. مطلوب. حضرتك احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك حاجه، اما بنيجي نحصل محصول في موقع بتاع السوق الاوروبيه المشتركه، او لو انا بشتغل مع سلاسل سوبر ماركت لها موقع، بدخل واقول انا عنب، يقول لك العنب ادي الحاجات وادي التركيب وادي النسبه المسموح بيها فيها، وابدا اشتغل على هذا الكلام. خلاص. ممكن النهارده في اتجاه لحاجه معينه اللي هو الارشاد الالكتروني، يعني في عندنا بعض شركات زي بشاير. ايوه، بتبقى من خلال اورنج ومن خلال وزاره الزراعه عامله بروتوكول. كنا اتكلمنا مع الدكتوره دورا فوعاني وكلمت صحيح فعلا. في عندنا النهارده اتصلت بيا سفاره ايه يا ربي؟ سفاره استريا النمسا. جايه مجموعه من الشركات عشان يتفقوا مع وزاره الزراعه في ضوء برضو ضعف الارشاد الزراعي، انهم يعملوا سيستم عشان ارشاد زراعي
جيد وهم عندهم خبرة هناك جايين انهم يطبقوها. يعني قصدي هذا المجال. وطبعا الجزء ده كان اعتقد اللي هو بتاع دورة في يعني خاص مع سفارة فرنسا. ففي بعض شباب صغير عاملين مراكز خدمة فنية وفيها يمكن انا اما كنت بروح ازور في دولة زي اسبانيا في حاجة اسمها فارم سنتر مركز فلاح. الفلاح بيجي يقول له انا حزرع الفلاني على الكمبيوتر بيطلع صور ادي الافات اللي بيجيلك وادي العلاج كذا كذا يبدأ يحسب كمياته يروح يحمل الاسمدة بتاعته والمبيدات بتاعته ويحملها في التراك بتاعه ويروح. فده خدمات مفروض انها تطبق في ضوء زي ما حضرتك قلتي غياب الارشاد الزراعي وبتبقى مر يعني اكثر فعالية من ان يبقى مرشد لان مرشد ممكن يبقى شاطر او يبقى مش شاطر متعلم او لا انما بيبقى فيه النهاردة بالالكتروني انت بتقدري تدخل يعني النهاردة حتى كل واحد عندنا كل واحد عنده كمبيوتر عنده لابتوب عنده بيحس يدخل على جوجل يكتب المرض وبتاعه ويقدر يشوف علاجاته سواء بالعربي بالانجليزي. النهاردة الميديا فيها حاجات كتيرة جدا فيعني لابد النهاردة الناس تتحرك. انا رحت كان في رواندا وعامل النظام. رواندا دي من الدول الأفريقية اللي هي زي يضربوا بيها المثل زي الدول اللي هي بتاعت جنوب شرق آسيا اللي هي أنا كنت بروح فيها تبع اللي هي اللجنة الاستشارية بتاعت دول حوض النيل ونعمل اجتماعات هناك. تطورت وطلع دلوقتي في الميديا يتكلموا على المعجزة. رحنا أنا وقتها وكانوا جم شركات التليفونات وعملوا نظام خدمة للفلاح لأن كل فلاح النهاردة حتى العامل اللي هو شغال بتلاقي معاه التليفون المحمول. فالنهارده بقى ده وسيله فعاله انك وابتدى يشتغل ويعرف يشغلها. كان زمان نقول هيشتغل ازاي ويضرب ازاي دلوقتي بقوا زي اللبلب في كل الكلام ده. فده هيلعب دور في المرحله الجايه. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن دور الارشاد الزراعي ان هو دلوقتي اصبح مش او ما فيش اساسا القطاع ده بقى متقلص جدا يعني اصبحت التكنولوجيا داخله وزحفه خلاص وممكن عايز اشرح لسعادتك حاجه. دور الارشاد الزراعي او دور وزاره الزراعه هم معذورين فيها. يعني حضرتك هي المشكله كلها كمشكله دوله في عجز في الميزانيات. نعم. يعني النهارده الميزانيه بتاعت وزاره الزراعه يا دوبك تغطي المهيات. مركز بحوث الزراعه مش لاقي فلوس للتجارب حضرتك عارفه هذا الكلام. نعم. فبالتالي النهارده من هو المين باور في المجتمع هو القطاع الخاص. لابد يدور نفسه بحيث ويبقى دور الحكومه في فرض القوانين والاشراف زي الحجر الزراعي عشان نقدر نحافظ ما دام هي مش قادره تدبر الفلوس. ولو ان النهارده سياسه الدوله برضو ابتدت تفكر شويه في انها تخفف شويه من الاعباء اللي على كتفها بالنسبه لتخفيف الدعم وده مهم جدا. برضو ابتدى انها تبدا تحصل الضرايب اللي كانت برضو الناس متكاسله فيها بحيث انها تبدا ككيان دوله يبقى لها دور. انما دلوقتي غير قادره انها تشيل مسؤوليتها في يعني الدوله معذوره او الاجهزه التنفيذيه معذوره. صحيح. على العموم دكتور عادل الحقيقة احنا يمكن حاجات كتير او بيتكلمنا فيها عقبات كتير قوي واخدنا رؤية فيها او تتسم بالامل يعني ان شاء الله احنا هنقفز للافضل في الفترة اللي جاية ولكن هي زي ما انا استشعرت من كلام حضرتك هي مجرد وقت والامور ان شاء الله هتبقى افضل والاليات المتوقفه هتاخد صلاحيات اكبر وبالتالي هيبقى في عامل للرصد والرقابه والمنتج هيكون افضل ويشرفنا اكتر واكتر من اللي احنا فيه دلوقتي ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور عادل الغندور الخبير الزراعي الكبير يا فندم انا بشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا وايضا كمان افدتنا اكيد. الله يخليك. شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل هنتكلم عن الثروة المصرية المنسية وهي النحل وصناعة عسل النحل وإزاي إن احنا ممكن بالفعل نرتكز على هذا المجال ارتكاز جيد جدا ومربح جدا وأيضا كمان له سمعة جيدة جدا. انتظرونا دقائق وراجعين لحضرتك.